فداء. خليكوا شهدي يا عساكر يا ام بشهية يا دبابات يا طيارات. خس كل واحد يخلص حتة الصابونة من ايده قبل ما يخرج الحمام. وانا نايم. يلا يا نهار اسود، مش ممكن يا فندم تبلغوني قبلك؟ حاضر يا فندم. حاضر. متر 66. يا نهار اسود، يعني انا طولي 67 متر. اهلا حبيبي. 100. يا نهار اسود، 100 يا عبد الوهاب المثبت. اعمل معروف وانا ضعيف ما استحملش. متر 77. 120. غيره؟ اوكي المنقلوطي. انا احب الدش قوي. 100. حضرة الضابط. عايز ايه؟ اتفضل. البس هدومك بتاعي معايا. هناك هناك. حضرة. ها؟ بس كفاية كح. افندم كح. مش عاوز اكح افندم. يا جدع كح. يا فندم كحة من غير سبب قلة أدب. بس كح. حاضر يا فندم. ها؟ ها؟ واحد معاك كابتن عاوز يطلب مكسبة. بونجور بونجور. شو؟ عاوز أنا سيادة المدير. عشان إيه بقى؟ حاجة خاصة. لا كتير، دقيقة واحدة بس. تعال يا اسمي زيزو، زد اي زو. هلو اكسلانس. وما بكلمي وما بكلمي. طبعا يا اكسلانس. انت اللي جايب الكارت ده؟ ايوه يا فندم. بكل فخر لازم تفهم ان الجنود والوسطات ملهاش اي تأثير في دار التجنيد. سمع مش عيب. راجل طويل عليه زيك يجيب كارت من واحدة ست عشان يتهرب من خدمة جيش بلده. ايوه بس انا اللي عاوز اقوله لسيادتك. صالح خد على الكشف ولا كلمة. كشف انا كشف. اتفضل يا حسام خد على الكشف. خلي بالك من خضرة يا هريدي. انا الاثنين يا ولد عمي. ادعي لي يا ابوي. وانا معاك يا ولدي. اتفضل. بكام دي اهو؟ ولا بكام ولا بحاجه، دي هديه من ضباط المعسكر الاصفار. ايه ده؟ اتفضل يا ولد. ده عرق سوسه فرنجي. الوداع يا ام عبده. الوداع يا حسنتي. شد حيلك يا عمي. اطمني انا جامد قوي، انا بطل. حالك يا ترمس، خلي بالك من روحك. هو انا فيا روح علشان اخلي بالي منها. تعال الشيال بامك اشوف وشك بخير. لا والنبي يا ماما ما تسيبينيش. عيب عليك يا ترمس تعمل كده، دول الستات دلوقتي بيتطوعوا ويجندوا نفسهم. تقوم انت يا راجل تعيط. او النبي شجعين جمدين. اوعي تسيبيني ترمس. ودي وانت مفيش ست في الدنيا تحب الراجل الجبان. النبي مع السلامة يا ابني. ما شفتش ابني عبد العزيز؟ ترمس فين ابني عبد العزيز؟ دي جناية، ده تعذيب صيني. حلاق جزار. Thank you.
مربوط؟ ايوه. هيفضل العسكري ده. عبد المقصود. أيوة. شوف لنا وحياتها خيمة قديمة وفصلها له. والله العظيم تلاتة حالك حالك اول اتحشيه. يا جدع هنا علاج لسان اسكت افتح بقى كويس. عندك هنا حشو دسي لازم اعمله لك دلوقتي. البركة فيك. ايه ده ونش. لا دي بكر عشان تحشي سنانك افتح بقى كويس. عمليات. يا حبيبي. ما بس يا دكتور. علامات يا عسكري مفتوحه منين دي؟ هي ايه يا فندم؟ العلامه. علامه؟ ايوه علامه الخلف. العلامه يا عسكري. حاضر. والعلامه دي محطوطه فين يا فندم؟ اللوحه. واللوحه محطوطه فين؟ الحيطه يا عسكري. يا نهار اسود وهو كمان في حيطه. انت بتستعمى ولا ايه؟ لا يا فندم. هتبص ولا لا؟ حاضر يا فندم. مفتوحة منين؟ اللي قول لي وحياة ودك هي مفتوحة منين؟ بص قدامك وانت شوف. حاضر. مفتوحة منين دي؟ فندم خلاص. انا شايفهم كله. كويس قول. مفتوحين من الوسط. بتستعبط ولا ايه يا عسكري؟ لا يا فندم. ما تبصش قدامك. حاضر. مفتوحة منين دي؟ ايوه بس قاعد. حاضر. بص. بص على طول. بص قدامك. مفتوحة منين؟ تحت. ايوه. شمال. ايوه. يمين. هلا. يمين وشمال وفوق و... يا عسكري. ما انت مش شايف يا فندم. بص تحت. قال ايه؟ بص كويس. انا بس. كويس. قال ايه يا عسكري؟ عسكري مشيلش حاتة. عسكري جمال الدين بركة. عسكري عبد الفتاح عطية. عسكري ماركو ابراهيم. عسكري جابر محمود. عسكري زكي عباس ابو نواس. عسكري عبد العزيز شرشوح. عسكري عوكل سويلم منفلوطي. عسكري كريم عبد الوهاب المسدس. افندم. عسكري نور الدين محمد اسماعيل. افندم. دار يوم باش الجماعة الأولى. حاضر يا فندم. كله شيل المخل. يلا يا عسكري صوت. اخلص اليمين. الله 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 الله. ايه ده؟ اخلص على الكرت اهو. يا عسكري استنى حلمك يا عسكري. والله العظيم عال قوي. شيل يا عسكري. اخلص عسكري شيل. الله اليمين دول. يا عسكري يمينك يا عسكري. ما انتش عارف يمينك فين؟ دي. ايوه ايدك اللي بتطرقع. هي دي. اللي ما بتطرقعش لا. يلا اليمين دول. معتاد المارش. كل ارمي المخل انا. يا عسكري هو يا عسكري. امشي وراه. ايه؟ امشي. يا عسكري اخلص. اعمل اربعه بعض ورا بعض كل اربعه ورا بعض. يلا يا عسكري انت اخلص. تمام يا فندم. العساكر حاضر. نزل ايه اخرس. هو انا قلت حاجه؟ اخرس. اديني خرستهم. انا ما اعرفش حد هنا. هنا عسكريه. هنا ضبط. هنا ضبط. فاهمين؟ فاهمين. ما بتردش ليه؟ ما فهمتش؟ انا يا فندم فهمت الضبط انما الربط لله في لله ما فهمتهاش. الضبط والربط هم روح العسكريه. يعني الطاعه النظام. نجد ايدك. احترام اوامر الجيش وتنفيذ اوامره.
واهم شيء اهم شيء احترام الرتبه الاعلى واطاعه الاوامر اطاعه عمياء. مفهوم؟ مفهوم. دور يا ام باشا على ميز الاكل. ما تتفضل امانه يا شوش عطيه. اخرس اضرب يا عسكري. عسكري بتتكلم باللاوندي؟ اسمك ايه؟ اسمي زيزو. زيزو. لا مش ممكن مش ممكن. فين الارداف؟ كاسو كاسو. فين عيش الفينو؟ انا عاوز طرب هذا الوحده. لو جاني عبد الوهاب بنفسه وقال لي سيب الاكل واسمعني ما سيبش الاكل. اسمع الاوامر واسمعني يا عسكري. احنا سيبنا الاكل افندم. ساعة ما يخش عليكم ضابط ولا صف ضابط وينادي ويقول اسمعنا اخرس يا عسكري. حاضر يا فندم. وينادي ويقول ثابت. انا اللي ثابت ما فصل. اخرس يا عسكري. كل واحد منكم يسيب الاكل ويثبت مطرحه عشان يسمع الاوامر. مفهوم؟ مفهوم. اشتغل. اشتغل ازاي بس مش اما الواحد ياكل؟ كل واحد منكم يسمع الندى يشتغل يرجع للحاله اللي كان عليها. اشتغل. ثابت. اسمعوا كلكم، الطوابير هتبتدي من بكره، وحيث النهارده اول يوم لكم في مركز التدريب فيعتبر يوم راحه. الساعه 7 مساء 10 والساعة 9 هتضرب نوبة رجوع. أول ما تسمعوا النوبة دي كل واحد يلزم العنبر بتاعه، وغير مسموح لأي واحد بالخروج بعد سماع النوبة دي لأي سبب من الأسباب. فاهمين؟ الساعة 9:15 هتضرب نوبة نوم. أول ما تسمعوها تروحوا على النوم على طول كل واحد في سريره. طبعا سرير اللي في البيت. لا اللي في العنبر. اشتغل اشتغل. ثابت. يا فرطوس صعلوك. لتكن مشيئتك. الله فين فين يا حضرة المية يا دهوة الله. انا يا اخي انا زكي عباس ابو النواس الشهير بترمس. الله ما قلنا لك زكي عباس ابو النواس. الله جرى ايه يا دفعه؟ انت سامعك تقيل كده ليه؟ بقول لك زكي عباس ابو النواس. يوه يا عسكري. ولا حاجه يا فندم. الراجل الحارس بيقول لي من انت؟ قلت له 3 مرات زكي عباس ابو النواس مش مخلصه.
لما الحارس يعرضك ولا قفنا انت ترد عليه وتقول امين. امين ازاي اذا كان انا اسمي زكي؟ امين ده الرد المصطلح عليه. هاي لما اقول لك امين ما تحركش من مكانك لما الحارس يقول لك تقدم. طب يا سيدي كتر خيرك. سابق عارفها دي بتاعت الاكل. تعالى عسكري ناخد. اوه وبعدين بقى بعد لو بتقوم. ايوه ما تسيبش العنبر بتاعك مفهوم؟ مفهوم بس دي حاجه ما تتعملش في العنبر ابدا. دي حاجه العنبر بتاعك عسكري. عسكري العنبر بتاعك يا فندم. ما هي اصل العنبر ما تنفعش. فين عسكري؟ تعالى خد يا فندم. تعالى عسكري. سيبني يا فندم. تعالى عسكري. انت وهو جهز نفسك منك. لو انت يا عسكري في حاجه يا ازي عسكري بالك ما يقع. من فضلك انا ما نمتش طول الليل ومن حقي يا الكسر حقوقك سيد ونلبس حشره. ها بتقول ايه يا عسكري؟ بقول حاضر. ايوه ما شاء الله لحيته شريفة. ترمش ايوه. امك مين في اسي؟ شوف مين بيكلمك. صباح الخير يام يام باشا. ها يا شويش يا شويش. انت يا عسكري انت الخير على عيونك يا شويش عطيه. صباح النور يا استاذ حسين. سهرك ابيض اهو كده النشاط مش زي التنابلت. واحد اثنين شد حيلك يا ميمون. واحد اثنين